سيدي ياب توحشتني قوي 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 يا سيدي ياب. وانا كمان توحشتك. كيفك وكيف ولدي؟ بخير يا سيدي طول ما انت بخير. المهم دلوقت اراضيك فين؟ عمل زي الطير المهاجر، كل ليلة ببياتي، كل بياتي بليلي، عمال ألف وأدور في بحر مالوش أول ولا آخر. يا حكمت إن شاء الله ترسلك على بر يا سيدي، البيت مالوش عازة من غيرك. تعيش يا حكمت. أنا مش مصدق إنك واقف قدامي دلوقتي. نورت بيتك يا سيدي. المهم خير بعد يموت الكبير، مفيش خير واصل في مرارة بحلقي. حاسس روحي بتتسلت مني، حاسس الدنيا خر مبره، ما شايفش قدامي واصل. ليه بس يا سيدياب؟ معيش فلوس، دي حتى حصلت طاهر يصرف علي. سلامت روحك وقلبك يا سيدي، وما تشيلش هام واصل، الخير كتير والحمد لله. خد دولي. جبت الفلوس دي منين يا حكمت؟ اوعاك تكوني بعتي. لا بعت ولا اشتريت يا سيدياب. عمك وعياله ما رديوش يدوني ايجار الارض، شيعت لهم عمي صادق بيه، هو اللي جاب لي الفلوس منيهم. خدهم يا سيدياب خدهم، دي نصيبك من ايجار ارض ابوك الله يرحمه. ربنا ما يحرمنيش منك واصل، خليك لي يا ام منصور. وعمي الخسيس ده ليه حساب تاني معاه؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي. المهم انا توحشتك قوي قوي يا سيدي. ايوه حاضر حاضر جايه. ها في حد عندك يا حكمت؟ حد زي مين؟ أمال إيه الصوت الخشن اللي سمعناه ده؟ قصدك إيه يا نجيب؟ هيجي منين الصوت الخشن؟ أيوة صح، إيه اللي هيجيب راجل هنا؟ هي قالت لك ها؟ عن إذنكم عاد تعبان وعايزة أريح جدتي شوية. إذنك معاكي يا غالية. يلا يا أختي مشي. يا حكمت ما فيش وقت. ايه دول؟ مفاتيح مخازن السلاح، ابويا ادالي النسخه دي فاخر نوبه جانبيه. المفاتيح دول امانه في رقبتك، وطاهر حيكون حلقه الوصل بيني وبينك. حلقه وصل ايه؟ ما فهمتش. المخازن مليان اسلحه على اخره، لازم نتصرفوا بالبضاعه، عاوزين فلوسها قوام. وانا مالي ومالي الكلام ده يا سيدي؟ انا ماليش خلق يا حكمت، انت مراتي وسندي وستري علي، ولا ناوي تكمليني يا عاد؟ انا فداك يا سيدي، بس انت عارف انا ماليش في الكلام ده. طاهر معاكي حيقول لك على كل حاجه، بس اوعي تكمليه وتخليه يروح المخازن لحاله، ده مهما كان غريب ومش منيني. اللي في المخازن دي مالنا ومال عيالنا، ودي اماني يا حكمت بامنها لك. سيدي الامانه دي تقيله قوي. وانت قدها وقدود، هتوحش الجو يا خلي. هنقعدوا كتير على الحال دي؟ الصبر يا حبيبي الصبر، لازم نطاطوا للريح شوية بدل ما نعافروا ونتكسروا. ما عاش ولا كان اللي يكسرك. كنت عارف انك أصيلة من أول يوم شفتك فيه. خلي بالك من ولدي. Thank you.
بس انت يا شهندة دلوقتي حامل في السابع يا حبيبتي، والشغل ده غلط على صحتك. سيبيها على الله يا ماما، ان شاء الله مش هيحصل حاجة. اهم حاجة دلوقتي ان انا اثبت نفسي كمحامية عشان اعرف اصرف على الطفل اللي جاي ده. ما هو انا خايفة عليك وعلى اللي ببطنك. خلاص ما تتعبيش نفسك يا ماما، وانت مش عارفاها دي دماغها ناشفة طول عمرها. بكرة ان شاء الله هبقى اكبر محامية في مصر، وتسمعوا كده صوت شهندة نجيب الهلالي وهو بيجلجل في المحاكم. ربنا ينولك اللي ببالك يا رب يا شهندة. يا رب يا ماما، يسمع من بقك ربنا. انا هقوم اجيب حاجة كلها عشان ضغط من لفة على مكاتب المحامين طول النهار. حد عايز حاجة؟ كفاية اكل يا شهندة، خلصتي اكل البيت مش لاقي حاجة كلها يا واد. طب يا ماما انا عندي مأمورية برضو، مش عاوزة حاجة؟ لا استنى، عاوز اتكلم معاك كلمتين. انا عاوزك تتكلم مع اختك بخصوص سهر، لازم تبلغه انها حامل وانها على وش ولاده. والله يا ماما حاولت معاها كذا مره، انا صعبان عليا قوي الطفل اللي جاي، واللي صعبان عليا اكتر سهر. خلاص انت لازم تقول له انها حامل يا ابني عشان نخلص ذمتنا من الله. صح. لا يا ماما مش هتقولوا له حاجه، عشان لو قلت له انا هسيب لكم البيت زي ما قلت، ومش هتشوفوا وشي ولا هتعرفوا لي مكان. يا بنتي حرام عليكي تخبي على جوزك انك حامل وتحرمي ابنك من ابوه. وهو مش حرام عليه لما راح طلقني في المحكمه ورماني زي الكلبه وما فكرش يسال عليا ولو حتى بتليفون؟ يا شاهين ده ما يمكن الطفل ده هو اللي يقرب ما بينكم ويصفي الامور. كلامك ده كان ممكن لو لسه ليا امل فيه، انما خلاص يا محمد هو بعني، وانا مش هشتري حد بعني. فاهم يا محمد؟ مش هشتري حد بعني. طب بس انا عايزه افهم، انت ايه اللي معصبك دلوقتي؟ يا حبيبتي في ايه؟ مال ماما؟ انا تعبانه قوي يا ماما. مالك يا شهندة؟ مالك انت بتقول ايه يا محمد؟ زي ما بقول لك كده، شهندة كانت حامل وبتولد دلوقتي في المستشفى، واظن من حقك تعرف ان هيبقى لك ابن. وازاي يبقى في طفل بطنها مني ومحدش يقول لي يا محمد؟ وكمان بتسيبوني اطلقها؟ انت نسيت انت عملت فيها ايه؟ وهي كانت في حاله وحشه قوي، كانت مصممه ما تقولكش. يعني هي خبت عليها 9 شهور عشان تفوت عليها فرصه تردها لعصمتي وخلفت شرع ربنا؟ اخوك يقتل بنتي بعز شبابها، واختك تحرمني من حفيدي، انتوا ايه؟ مش سلاطين عليا؟ ليه بتحرموني من كل حد بحبه؟ ليه؟ ليه مفتريين؟ ليه يا ظلمه منكم لله؟ انا عملت اللي عليا وجيت قلت لها عايز تروح تشوفها اتفضل، مش عاوز انتحار. الله يرحمك يا معتز يا اخويا، الله يرحمك. فعلا حبايبه كانوا كتير. شاكرين يا باشا على التسهيلات اللي انت عملتها معانا دي. لا شكر على واجب يا فندم، تحت امرك في اي وقت. متشكره جدا، انا فعلا عاجزه عن الشكر. لا شكر على واجب يا مدام ايمان، ده المرحوم معتز كان اخ بالنسبه لي، واي حاجه حضرتك عايزاها وفي اي وقت انا تحت امرك. متشكره جدا. على فكره كنت هنسى، حضرتك تعرف فين ممكن الاقي المقدم حسام؟ هو حضرتك ما تعرفيش؟ ده المقدم حسام في السجن دلوقتي. هو ساب المكافحه وراح مصلحه السجون؟ لا يا مدام، ده اتمسك في رشوه واتحكم عليه ب3 سنين سجن. رشوه؟ يعني ايه الكلام ده؟ احنا خلاص اتطلقنا. وانا مستعد انسى كل اللي عملتيه واكتب عليكي من جديد بعقد ومهر وجداد، بس ابننا لازم يبقى في وسطنا. وانا مش موافقه على الكلام ده ولا يمكن هيحصل. اهدي يا بنتي اهدي، ده انت لسه خارجه من ولاده. عشان هند ساهر لسه شريكي. وانا مش شارياه ولا يمكن هعيش بقيه عمري مع راجل انا مش مأمنه له. ما تنسيش ان انا ابو ابنك ومن حق اعيش معاه. ابنك موجود، ولما يبلغ السن القانونيه ابقى تعالى خده، قبل كده هو في حضانتي وانا اللي هربيه لوحدي. شايفه بنتك وهندى؟ انت ايه يا شيخه؟ انت خاوية تفوري دمنا؟ يا بنتي عشان خاطر ابنك حاولي تنسي اللي فات. مش هقدر يا عمي، والله العظيم ما هقدر. كل اللي اقدر اقوله لكم ان ابنكم موجود، وقد ما تحبوا تشوفوه بقوا تفضلوا، وهو دلوقتي في الحضانه وانتوا ماشيين بقوا شوفوه. مع السلامه. لا مش وحش. Good girl. وحش. فاكرة يا ماما المقدم حسام اللي هو كان زميل معتز؟ فاكرة ميل. النهاردة لما رحت الوزارة سألت عليه عشان يساعدني في إجراءات معاش معتز، قالوا لي إنه اتقبض عليه وخد 3 سنين في قضية رشوة. طب وليه يعمل كده بس؟ هي دي الفكرة يا ماما، لا يمكن حسام الهلالي يعمل حاجة كده. أمال سجنوه ليه؟ أكيد مسكوه متلبس. هو ياما في السجن مظالم يا ماما. وإيه اللي خليكي متأكدة كده من براءته؟ معتز كان بيعتبره مثله الأعلى. أنا متأكدة إنه بريء.
عموما لو هو مظلوم اكيد ربنا هيقف معاه وهيظهر براءته. يا رب يا ماما. شوفي مين على الباب. حاضرة. شكرا. مين يا ايمان؟ ده بانك ستيتمنت يا حبيبتي. طيب تعالي افتحيه. يا نهار اسود، انت سحبتي الفلوس دي كلها امتى؟ فلوس ايه؟ انا ما سحبتش المبلغ ده. يبقى ما فيش غيره اللي يكون عمل العمله المهببه دي كده. برضه محمد اهون عليك، ما تسالش فيا المده دي كلها. معلش يا استاذ، الواحد كان ظروفه ملخبطه شويه غصب عنك. ظروف ملخبطه ازاي يعني؟ خير؟ امك كويسه؟ لا امي تمام الحمد لله، بس انت عارف بقى ضغطها عالي والسكر بيلعبها من ساعه اللي حصل لك. واضح ان مفيش امل. كتب عليا تعاقب على جريمه انا اصلا ما عملتهاش. ربنا كبير. على فكره شاهين ده خلفت وجابت حسين. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. طب مش تقول لي يا اخي هو في خبر يفرح او فرحني؟ ما انت عارف انا بتنشا على حاجه حلوه اسمعها هنا يا محمد. طمني، رجعت لسير جوزها ولا لا؟ لا لا، مصممه ما ترجعلوش وعايزه تربي الواد لوحدها. ما تعقلها يا ابني ورجعه لها. ربنا يهديها هي كمان. تعمل ايه انت وريان؟ انا وريان سيبنا بعض. سبتوا بعض؟ قال لها فسخ الخطوب. طبعا انا السبب. لا يا حسام انت مالكش ذنب. ماليش ذنب؟ ده انا ماليش غير ذنب. واضح ان بقيت وباء على كل اللي حواليا. محمد رحمة ابوك، انت مصدق وعارف ان انا ما عملتش حاجه؟ ايه؟ واضح كده يا حسام ان احنا كلنا بندفع تمن غلطه محدش فينا غلط. خدونا يا طاهر. ايه ده؟ كل ده فلوس يا سيدياب؟ ايوه مالك اتخرعت كده؟ خدهم تستاهلهم. ايوه بس انا ما صرفتش كل ده يا سيدياب، وبعدين ده اني لحم اكتفي من خيرك. عشان كده انا بديك الفلوس دي كلها، عشان يبقى لحم كتابك من خيري وعلى طول. ربنا يخليك لينا يا سيدياب وما يحرمناش منك ابدا. وعلى راي المثل جيب السبع ما يخلاش، خصوصا لما السبع ده يعاود وتاجر في السلاح. السلاح؟ انا نفسي اعرف مين ابن الكذابه اللي قال خد من التل يختل. ده احنا ممكن ناخد كل اللي في التل ونعمل تل من اول وبديت. قول ايه يا طارق؟ ما بقولش حاجه، بس يعني اني الفرحه خربطت دماغي وخلتها لي كده متخربطه. طاهر ما عاوزانيش دلوقتي الدماغ المخربطه، عاوزين دماغ موزونه قوي. موزونه ومتظبطه، واعتبرني ابن السعاده دماغك اليمين يا سيد الناس. صحيح يا اخي، انا برضو قلت ازاي ظابط باشا زيك يدخل السجن عشان رشوه هايفه زي دي. 250 الف جنيه بقى رشوه هايفه؟ اه طبعا هايفه. ايه 250 الف جنيه قدام مستقبلي وسمعتي والاسم اللي بنيته في الداخليه؟ وناوي تعمل ايه يا باشا؟ العمل عمل ربنا عريان، حسبي الله ونعم الوكيل. ياه، وانا كنت متخيل ان مصيبتي دي اكبر مصيبه. ما مصيبتك انت تبقى ايه؟ لا صحيح، انت مصيبتك ايه يا سيد دولار؟ عارف مصيبتي ايه؟ مصيبتي اني قلت الحق. يعني ايه يعني؟ مش فاهم ولا حاجة. في يوم واحد صاحبي طلب مني اني ارسم له صورة صاحبته. رسمتها له. بعد ما رسمتها له راح مديني حتة حشيش، واضح ان الصورة عجبته. قلت له ما بشربش. قال لي خليها معاك، مس بيها على أي حد من صحابك. وللأسف أنا زي الغبي رحت واخدها وحطيتها في جيبي. وأنا مروح قابلني كمين بيفتشوني، لقوا معايا حتة الحشيش. وهما بيكملوا تفتيش لقوا في جيبي التاني 100 دولار كنت لسه راسمها. يا نهار ازرق، يا
يعني القضية بقوا اتنين، مخدرات وتزوير. في حظك الهباب. هو فعلا هباب. بس عارفين لما روحت النيابة ايه اللي حصل؟ جالي المحامي قال لي ولا تقلق، كل انواع القواضي دي بتخلص بحاجة واحدة بس، قول ان الضابط وهو بيفتشك انت رفضت، واول ما رفضت راح رمي لك الحشيش ورمي لك ال100 دولار. عدت عليا الحاجات دي كتير. بس للاسف بقى انا رفضت وقلت الحق، واول ما قلت الحق جيت هنا على طول. نورت يا دولار. ما وريتك يا حضرة الضابط ما بقاش لعله. أنا سعيدة جدا إن أنا هشتغل مع الأستاذ جلال أبو العزم من أكبر المحامين في البلد. الشرف لي أنا يا أستاذة، وياريت تعتبر المكتب مكتبك، ولو عزت أي حاجة أنا تحت أمرك. مرسي جدا يا فندم، ويا رب أكون عند حسن ظن حضرتك وقد الثقة الكبيرة اللي حضرتك مدهالي دي. إن شاء الله، أنا متفائل فيك خير. فضل حضرتك على الأرشيف عشان تشوف نوعية القضايا اللي إحنا بنشتغل فيها. هتلاقي مدني وتجاري وأحوال شخصية، ولو في أي استفسار أنا تحت أمرك. أوكي، بعد إذن حضرتك. اتفضلي يا أستاذة، مع ألف سلامة. زي ما بقولك كده يا باشا، حسام الهلالي بيتاجر في حبوب الهلوسة وعامل دولاب، واللي بيساعدوه العيال الجرابيع دولار وعريال. دولاب وحبوب هلوسة؟ انت متأكد من اللي انت بتقوله ده؟ بصراحة يا باشا انا ما شفتوش بعناية، بس في مساجين قضوا منه وقالولي. والله يا عيال جاي بوظ لي المساجين. اسمع، انا عايزك عينك عليه وعلى اي حاجة بتحصل وسط المساجين. عارف اني بعتبرك عين من عيوني، فاهم؟ انت تأمرني يا باشا. لعله خير ان شاء الله. طيب روح شوف وراك ايه. ماشي يا حسام اهلا. جرعية، انت مش ناوي تتهدي بقى وتبطل شغل الوساخة اللي جواك؟ مش فاهم قصدي سعادتك. ولا امور اللاوع وشغل الحورتجية ده مش عليا، فاهم ولا لا؟ انا لا ملاوع ولا حورتجي، انت اللي فاهم ولا لا؟ ده انت مش مرتشي وبس، ده انت قليل الادب وبجع كمان. شهر حبس انفرادي، يمكن تتربى يا حسام هلالي. انت عامله تعملها يا عمر؟ عملت ايه بس يا ماما؟ اديني سبب واحد يخليك تسحب كل الفلوس دي من غير ما تقول لنا. البنك اللي انا شغال فيه بيدي فايده اكبر من البنك التاني، بس حط الفلوس من هنا حطيتها هنا، بس هي دي كل الحكايه. يا سلام، وطبعا لولا هي اللي قالت لك ما تقولناش، صح؟ وطي صوتك وتكلمي بالراحه يا ريت. خايف على مشاعرها؟ يا حرام يا حرام، مش عرفنا اصلا ان كلامك صح. وانا هكذب عليك ليه بس يا حبيبتي؟ ادينا اللي يثبت لنا الكلام ده. وانا موافق، بس ما تتكلميش مع لولا ولا نص كلمه. لا والله. حاضر حاضر يا عمر. ماما النبي ما تزعلي، تسمعيش كلامها دي. انا اذنك انا رايح اوضتي. من ساعة ما بنت الرقاصة دي جت واحنا ما عندناش غير المشاكل. انا قلبي مش بيطمن ايميل، حاسه انه بيكذب عليا. حاسه انه ماما طول عمره بيكذب علينا يا ماما. والله ما انا عارفه اخر الطريق اللي ماشي فيه ايه يا عمر. كله من العقربة اللي بره دي. استني شويه يا ماما وانا هطفشها لك. وبعدين يا ساهر، هتفضل كده ساكت على طليقتك؟ انا رايي يا جماعه نسيبها تهدى شويه، يمكن تفكر ان هي ترجع. مش هترجع يا بابا، شاهين ده عملت كده وخبت حملها 9 شهور عشان تمسك زمام الامور. خلاص ارفع بقى عليها قضيه وجرجرها كمان في المحاكم. يا سلام، واحده تخبي حملها ومش عايزه ترجع لك، ومش عايزاك كمان تستخدم حقك الشرعي ربنا حقه لك. يا ماما اللي بتقوليه ده برضه مش هينفع، لانها ولدت خلاص، وبكده يحق لها انها تقبل او ترفض تعيش معايا. يعني يعني عشان ترجع لي لازم يكون بمزاجها، ده غير بقى انها هجيب لها شبكه جديده ومهر جديد ومؤخر جديد. بنت اللذينة لعبتها صح قوي. يا جماعه يا جماعه، قضيه ايه اللي احنا نرفعها؟ احنا عندنا ولد دلوقتي منها، يعني بقينا اهل؟ هنزود المشاكل نحط عليها مشاكل تانية؟ احنا نقعد كده نفكر مع بعض بهدوء ونشوف حل يرضي جميع الاطراف. واضح كده ان الحلول التقليديه مش هتنفع معاها. بقول لك ايه يا عاطف؟ هو احنا يعني مش اصحاب؟ اصحاب ايه؟ ده احنا اكتر من اخوات. طمنتني الله يطمنك. بس ايه لازمته السؤال ده؟
يعني بصراحه يعني كده انا كان يعني في طلب كده نفسي اطلبه منك بس مستحي. رقبت يا شقيق. بص انا معايا 7662 جنيه وربع. كنت طمعان يعني ان انت تكملهم لي عقبال ما اقفل المبلغ واعرف اسافر. شوف يا كامل يا اخويا، انت فاجئتني وانا مش عارف اقول لك ايه. عشان خاطري يا عاطف، عشان خاطري ليك وهتاخد وعليا وهديك. اول ما هسافر هلم المبلغ وارجعهولك بالفوائد كمان. يا كامل يا اخويا، انا راجل صاحب مبدا، لا احب اسلف ولا احب استلف، وبزنس از بزنس. بزنس از بزنس. ما هو الايده في الميه مش زي الايده في دوره الميه. ده تكنيله وانت شبه الكشك. ايه اللي بتقوله ده يا فاضل؟ انا برج مني فوق هيطير. والنعمه الشريفه، هو ده اللي حصل. هو ده الكلام اللي قاله لي المعلم شعلان لما عرضت عليه ان احنا نورط له بضاعه. ومين الناس دول اللي تدور السلاح؟ هو في حد غيرنا في البر كله بيتاجر في السلاح؟ حاولت افهم منه، ما رضيش يقول لي اي حاجه. اسمع يا طاهر. ايه؟ عاوزك تروح لحكمت وتجرد المخازن مخزن مخزن وسلاح سلاح وما تعوقش. مفهوم؟ مفهوم. ورحمه ابويا لو طلعوا له في دماغي صح ما هعتقهم واصل. انت تعبت يا ست الناس ولا ايه؟ لا بخير يا طاهر الحمد لله، لكن قلبي متوغوش قوي قوي يا طاهر. دي اول مره اعمل حاجه زي دي. ربنا يجيب العواقب سليمه يا رب. جمدي قلبك امال. ان شاء الله ان شاء الله هنتمم المصلحه على خير. ربنا يسمع منك يا طاهر. بقول لك ايه يا ست الناس؟ خير. واني يعني لما احب اندهلك اقول لك يا ايه؟ قولي يا ام منصور. ان شاء الله هنتمم المصلحة على خير يا ام منصور. يا رب يا طاهر يا رب. على مهلك على مهلك يا ست هجمة. هو ده المخزن؟ ايوه. هو ماله واقف كده؟ على مهلك يا ست الناس. على مهلك على مهلك. هدية يا طاهر. حزني يا مري. فين السلاح يا طاهر؟ ده شكله اتسرق. يا شرم حبيبي اشوف هنا. شوف. يا ليلة سودي، ده مفيش ولا حتة سلاح وحدي. يا خرب بيتك يا دياب، يا خرب بيتك يا دياب. ما تعمليش في نفسك كده. الحقني يا طاهر. منصور الحقني يا طاهر. عشان يا ولدي يا طاهر الحقني. لا ايه ده؟ الحقني يا طاهر. ايه؟ يا ليلة سودي، ده باين له القرن طش وهتولد الليلة. استرها معايا يا رب. يا طاهر. حسام سلمى. وحشتيني يا سلمى. انت كمان وحشتيني، بس انا زعلانه منك. ليكي حق تزعلي. انا لو كنت عرفت احميكي وادافع عنك ما كانش ده بقى حلمي. بتمنى الموت يا سلمى، بتمنى الموت عشان اجيلك. عايز تموت من غير ما تاخد لي حقي؟ مش انت حسام، انت اقوى من كده. القوة ليها حدود يا سلمى. انا خلاص تعبت وكسرت. تعبت يا سلمى. قول عشان تستريح، عشان تقدر تكمل، عشان تاخد لي حقي. ماليش نفس، ماليش نفس يا سلمى. مش عايز تعيش؟ مش عايز تاخد لي حقي؟ قول يا حسام. قول. تعبان يا سلمى. 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 سلمى.
سلم. قول يا حسين. أحبك. متوكد انه وقت. ايوه يا سيدي يا ومنصور كمان وزي القمر شبهه. الف مبروك يا ابو منصور، يتربى في عزك. يبارك فيك يبارك فيك يا وجدان، يبارك نفسي نفسي اشوفه، نفسي نفسي اضبه. انا مش عارف اقول لك ايه يا طاهر، مش عارف اقول لك ليه. انت من النهارده دراع اليمين. انا ما عملتش حاجه، ده انا ما عملتش غير الواجب، وبعدين انا لحم دافي من خيرك. بس هو يعني حكمت حصل لها حاجة؟ لا يا ست، حكمت بخير والحمد لله. بس فيه مخزن من المخازن اتسرق. تقول ايه؟ أنا رحت أنا والست حكمت أم منصور عشان نجرد المخازن زي ما أنت قلت، لقينا مخزن فيهم مسروق. ساعتها هي تعبت وأنا خدتها على المستشفى. عملوها يا العلام، عملوها. معقولة؟ ممكن يكونوا هم؟ محدش غيرهم يستجري يعمل كده. كان خبرهم زين. دول يبقوا حفروا قبرهم بيدهم. طاهر، تاخد وهدان وتروح على المخازن وكل البضاعة المتبقية تنقلوها للمخزن الاحتياطي. مخزن الاحتياطي؟ ايوه، بس يعني أنا معرفش حاجة عن المخزن الاحتياطي ده. وهدان خبره زين. المخزن الاحتياطي دي كنا ندار فيه البضاعة لما الحكومة تشم خبر. الحمد لله على السلامة يا جنرال. الله يسلمك يا ولاد. وحشتنا وانت في الانفراد يا فوكس. وانتوا كمان وحشتوني. طمنوني عليكم. الواد العل والواد بوب لسه بيرازوا فيكم؟ اه يرازوا فينا ونرازي فيهم، ايامه بنعديها. بيعجبني تنكتك يا واد عريان. لو لي صحيح، شكلك ابن ناس، يعني شكلك افندي، ايه اللي حدفك على السجن؟ قتلت ابويا. قتلت ابوك؟ قتلته ازاي يعني؟ قتلته بالتقسيط المريح على 25 سنة. قتلته وهو كل يوم شايف ابنه الوحيد بيتنقل بكاس من ترابيزة خضراء لسهرة حمراء. قتلته وهو شايف شاع عمره بيضيع جنيه ورا جنيه. قتلته وهو شايف شركته اللي كبرها وطلع عينه عشان تكبر وتبقى من أكبر الشركات وهي بتفلس، وهو غرقان في ديونها لغاية ما صحته راحت. قتلته لأن عيل تافه ما بيهموش إلا نفسه، يعمل أي حاجة أي حاجة عشان يرضي غرايزه مهما كان التمن. ياه، انت طلعت عيل زباله قوي يا جدع. واضح ان انا كده فعلا، بس هتعمل ايه؟ سي لا في. سي لا في؟ انت قلبك قاعد. يعني انت مش ندمان خالص انك دخلت السجن يا عريان؟ بص يا مومبي، ندمان ومش ندمان. لا معلش بقى يا مومبي، فهمها لي، يعني ايه ندمان ومش ندمان؟ اكتر حاجه حاسه في نفسي ابويا وهو بيموت قال لي انه لسه بيحبني. بعد كل اللي انا عملته فيه ده ولسه بيحبني. مش مهم انه يحبك، المهم انك تبتدي تحب نفسك عشان ترضيه في تربته. كل اللي انت قلته ده مش السبب يخليك تيجي معانا هنا. بعد ما ابويا مات لقيت نفسي مرمي في الشوارع، ما حلتيش غير كلمتين اللغات اللي بعرف اقولهم على كام بدله سنيه اقضي بيهم الحياه. اشتغلت الناس اللي حواليا ونصبت عليهم. تصدق شكلك يجيب نصاب، ونصاب شاطر كمان. اكستريملي شاطر مسيو. ونصبت في ايه بقى؟ كل حاجه بس بشياكه. I have my own style. لا رايق يالا. طب ما دام انت نصاب شاطر قوي كده، ايه اللي وقعك وجابك هنا؟ شويه كمبيالات على شيكات اتلسعت 3 سنين. 3 سنين؟ يبقى بصرع عريان. هونها يا رب. خير يا معلم علام، عاوز تجابلني ليه عاد؟ اسمع يا بنت الناس، تلساكي نفسه ومش هطول عليكي. ها
هقول لك كلمتين تحطيهم حلقه في ودانك. دياب لو ما رجعش البضاعه المخازن زي ما كانت مش هيحصل. طيب خازن ايه وبضاعتي ايه؟ انا ما خبراش، انت بتتحدث علي. بلاش لف ودوران يا مره. انا ما بعرفش الف وادور، ولما تكوني في بيت الكبير لازم تلزم مقامك. الكبير الله يرحمه دياب دلوك هو الكبير، ولما تكوني في بيته وهو في غيابه لازم تعمل له الف حساب. تبين عليك يا حويطه وهتتعبينا معاكي. وايه المطلوب مني عاد؟ زي ما ابوي قال لك كده، لو البضاعه ما رجعتش المخازن هنجيبه عليها وطيها. ما انا دخلي ايه بالحاجات دي؟ وبعدين انا ما بتحداش. على اخر الزمن تيجي مره زيكي تتحدى ولاد علام؟ افهموها زي ما تفهموها، وعلى ما في خيلكم اركبوها. كده؟ ايوه كده. ماشي ماشي يا بنت التراشنة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله الجميع. آمين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. حرام على الجنرال استغفر الله. ده معنا دولار. ما صليتش معانا ليه؟ انا قلت ما اسيبش عريان لوحده. بس استعبط اللي انت مالك ومال عريان؟ بصراحه جنرال اصلي ازاي انا مش حافظ حتى الهدف. انت بتتكلم بجد ولا بتهزر يا دولار؟ الله يكسفك يا باين. يعني بترسم الجنيه والدولار والين الياباني والبني ادمين ومش حافظ ايتين تصلي بيهم؟ اسمع، كل يوم تقعد معايا شويه احفظك الفاتحه وكام سوره قصيره كده تصلي بيها، وما تقولش لحد على الموضوع ده عشان حاجه تكسف. ربنا يخليك ليا يا جنرال. انا مش عارف والله من غيرك كنت عملت ايه. ده تروح النار. ربنا يصلح حالك يا ابني. ايه الفاتحه؟ انا حتى دي مش حافظها. قول ورايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. لا مش الرحمن الرحيم، الرحمن مخارج الحروف مهم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يابا يابا اصحى يابا، يلا عشان تاخد الحقنه. يلا يابا اصحى، ده انت بقالك كتير نايم. يابا بابا يابا بابا ابويا لا إله إلا رجعون، لا إله إلا إله يا رجعون. يا حسام مش بيقولوا الجواز أساسه القبول؟ شرعا. طيب أنا بقى ساهر ما بقاش لي عندي قبول خالص، بالعكس بقى شكله بقى بيفكرني بأيام سودة.
نفسي انساها بقى. استغفر الله العظيم، ربنا يصلح لكم الحال. الفلوس الفلوس فين يا علي؟ انا ما خدت حاجه. انت يا علي وديت الفلوس فين؟ والخطه السليمه ما خدت حاجه. العجين يا ابو البنات. ام البنات والبنات محبوسين جوه ومحدش هيغيطك مني. الفلوس فين اللي كانت في عشه القرانب يا علي؟ افتكرت افتكرت. ايوه من كام يوم كده كنت معدي من يمه العشه ولقيت ربع جنيه مرمي على الارض. هو بتاعك يا اخويا؟ لو بتاعك ممكن اديهولك وما تعملش فيها كده. ربع جنيه يا معفن؟ انا هعمل فيك كده على ربع جنيه؟ دول ربع ارنب يا خفيف. ايه العفانه بتاعتك دي؟ يعني بتعذبني عشان ربع ارنب؟ ما العشه ملانة انا ارنب قدامك اهو، نجي منها واحد. يا طمة ارانب ايه؟ ارانب ايه؟ ربع ارنب يا ولي، يعني ربع مليون جنيه. ربع مليون جنيه؟ وجبتهم منين دول يا طه؟ وانت مال اهلك؟ انت مال اهلك انت والنعمه الشريفه يا كامل؟ لو ما رجعتهمش دلوقتي لقتلك وورثك تاني يوم الصبح. انت وديتهم فين؟ انت لو قتلتني مش هتعرف توصل لحاجه. يعني خدتهم يا ولي؟ ايوه خدتهم، ومش حاطين منهم مليمه. انت بتسرقني؟ بتسرقني يا حرامي؟ حرامي سرق حرام. هو انت يعني كنت تعبان فيهم يعني وجبتهم بجعارك جبينك؟ انت مال اهلك انت؟ انت مال اهلك والنعمه الشريفه لموتك يا كامل؟ هموتك. موتني؟ ماني كده كده عايش ميت، بس لو موتني مش هتعرف مكان الفلوس. وساعتها اخبط راسك في الحيط يا طه. انا هخبطك انت في الحيط وهموتك. انت ميت ما تنطق وتقول لي وديتهم فين يا ابن الكلب؟ وديتهم فين؟ يا مرار ده وقته؟ ده وقته؟ معلش يا حبيبتي، انت عارفه بقى ان انا لازم افضل فوق دماغك. طمنيني مالك عامله ايه؟ تعيشي تونامي. طيب يا جميله استني انا جايه معاكي. عيني يا ايمان. مالك يا اختي؟ امي مالك يا حبيبتي؟ مالك يا حبيبتي؟ مش عارفه مالك. انا من الصبح تعبانه وعندي صداع، حاسه ان ضغطي بيلعبني. يا ماما حبيبتي لو انت تعبانه كده ليه قاعده بتشتغلي طول اليوم في البيت؟ اعمل ايه يا ايمان؟ مين قاضي طلباتكم؟ امال الهرم اللي قاعده تلغي طول اليوم دي بتعمل ايه هنا؟ طب هو ماما طلبت مني حاجه يا ايمان وانا قلت لا؟ من غير ما تطلب. انت ما عندكيش دم ولا ايه؟ انت مش شايفاها تعبانه طول اليوم؟ ليه؟ وكان حد قال لك ان اخوكي جايبني ليكوا خدامه؟ ده انا ضيفه. يا بخت منظار وخفف. قصدك ان انا تقيله؟ ها جرايه يا عمر ما تشوف اختك. بالراحه عليها شويه يا ايمان، هي عملت لك ايه بس؟ بالراحه بس يا ايمان، ده بدل ما تشكمها بكلمتين يشكمني ليه؟ وانا كنت عملت ايه؟ ما هي دي المشكله، انك ما بتعمليش حاجه، حاطه ايديكي في الميه البارده. يوه دي بقت عيشه تعرف اصلا. مستني راح فين؟ بس اسكت انت كمان يا لولا. لولا اسلوبك بقت حاجه اوفر قوي. شكلها هي اللي بتشكمك. روح يا دلدول. خلاص يا ايمان اهدي يا حبيبتي، هنعمل ايه بس؟ على فكره انا حضرت لك العشاء وعملت لك نجريسكو وفراخ مشويه لحسام يا حبيبتي. يا ماما برضو تعبتي نفسك يا حبيبتي. بعدين حسام ايه ده بقى؟ انا مش لاقيه بقالي كذا يوم بخبط عليه. الو مين معايا؟ انا ساهر يا شاهين. ساهر؟ هو انت يا ساهر بتكلمني من نمره غريبه عشان ارد عليك؟ اعمل لك ايه؟ ما انت مش عايزه تردي وانا لازم اتكلم معاكي. يا شاهين ارجوكي دلوقتي لازم تنسي اي حاجه حصلت بينا، احنا بقى في بينا طفل ولازم نفكر في مصلحته. ابني هيفضل معايا لانه في حضني هيعيش في امان. يا شاهين ده انا ابوه، يعني هخاف عليه زيك بالظبط ويمكن اكتر. احتمال، واحتمال تاخد منه موقف لاي سبب وعصمت هاني متقويك عليه وتروح رميه زي ما رميتني. اعذريني يا شاهين، الظروف كلها كانت اقوى مني. بص يا ساهر،
انا عندي عيش انا وابني لوحدينا احسن ما عيش مع راجل ضعيف والاسم انه حمينا. يا شاهين ده عيب الكلام اللي انت بتقوليه ده، وافتكري لي اي حاجه حلوه عملتها لك. المر اللي شفته منك مسح كل الحلو اللي جوايا. طب ممكن تسمعيني بس؟ مفيش بيني وبينك كلام، ولو سمحت يا ساهر ما تتكلمش هنا تاني. يا سلام، طيب شيء ايه؟ نقاوي عمايل ايديه يا كامل يا اخوي يا حبيبي. دلوقتي بقيت اخوك؟ وايه يا اخويا الحنيه اللي هبت عليك مره واحده دي؟ انا مش واخد على كيدي. ايه هو انا عندي اعز منك؟ ده انت اخويا وحبيبي، وابويا الله يرحمه كان دايما يوصيني عليك. الله يرحمه بقى. بس زي ما تقول كده، انا واخد على خاطري منك، اكمنك يعني سرقتني. اقصى عليك يا كامل. طب قول لي وانا اديك اللي انت عايزه. من ياما قلت لك وانت نشفت ريجي وزلتني، وبعدين ما انت سارقهم، هما يعني جايين بالحلال. طب هاتهم يا كامل يا اخويا يا حبيبي، ده ربنا وحده اللي عالم اني جايبهم ازاي. عايزهم؟ ايوه طبعا يا اخويا يا حبيبي. انت اللي قلت. قلت ايه؟ اني اخوك وحبيبي. هو اني ليا غيرك؟ خلاص يبقى نقسمهم الجسمه اللي على مزاج هاني، وتقول الله يبارك لي. يعني ايه؟ يعني انت 125,000 جنيه واني 125,000 جنيه. ايوه بس ده ما يرضيش ربنا ابدا. خلاص اخبط راسك في الحيط، مالكش عندي حاجه. ماشي انا موافق، ما هو نص العام ولا العام كله. بس انت هتعمل ايه بنصيبك؟ ناوي افتح شركه استيراد وتصديق، واقعد كده على مكتب وانجعس، واقلد بقى رجال الاعمال اللي بشوفهم في التلفزيون. والله فكره، تشاركني؟ ومال ما عنديش مشكله. طب هات بقى فلوسك نحطها على فلوسي عشان نعرف نبتدي الشغل. ايه يا ولد الضحكه اللذيذه دي؟ ده بعينك يا اخويا. امال احنا هنشتغل ازاي؟ لو انت جد في كلامك يبقى يلا بينا ننزل على مصر ونمضي العقود هناك عشان اضمن حقي. ما ينفعش الكلام ده يا صهاب، الكلام ده ما ينفعش عندي. الزباين شافت بطلها وبتعدي من المحل ولسه بيجيبهم فيه فلوس. يعني سعادتك عايزنا نعمل ايه يا منير بيه؟ نمد ايدينا في جيوبهم؟ تمد ايدك ان شاء الله في عينيهم. الله الحق عليهم، جم برجليهم يبقى الحق عليهم. ده انت عايزنا نسرقهم بقى؟ نيفر يا دولار. مسيو موني اكيد خانوا اللفظ، بتهيألي هو قصده ننصب عليهم. وهي فرقت ايه؟ نسرقهم زي ننصب عليهم الاثنين واحد. نسرقهم ننصب عليهم ان شاء الله حتى نثبتهم، المهم ناخد الأبي ولعله خير ان شاء الله. الله عليك لعله، هو ده الكلام المظبوط. على فكره هلا انا بيعجبني اجتهادك واخلاصك في العمل. العمل عباده منير باشا. بس انا مش موافق على الكلام ده، احنا شغلتنا هنا نامن المحل مش نهدد الزباين ونقلبهم يا منير بيه. نقلب الزباين؟ نقلبهم. حلو قوي. انتوا ناسيين ان انتوا رد سجون لصوص وحراميه؟ انتوا تبوسوا ايديكوا ووش وظهر اللي انا شغلتكم بالكباريه المحترم ده. وانت اشتريتنا ولا ايه؟ اشتريتكم؟ يا ريت ليكوا سعر انت وهو عشان اعرف اشتريكم. يا عم انت بتعايرنا ولا ايه بس؟ لا يا جماعه بليز، اكيد في ميس اندرستاندينج. مسيو منير راجل جنتي واكيد هو عارف احنا مين كويس. انا بس بفكركم عشان تحطوا عقلكم في راسكم وتفكروا كويس قوي. شيلوها لك ميله عشان شغلتكم في الكباريه المحترم ده. يعني انت شغلتنا هنا عشان احنا حبسجية ورد سجون وحرامية؟ لا يا حبيبي، انتوا مش رد سجون، انتوا دكاترة خريجين من السجن. يعني دكاترة، واضح يا سادة دكاترة انكم مش هتعمروا معانا في الشغل هنا. العيب مش عليك، والله العيب ما عليك، العيب على الدنيا اللي خلت واحد زيك يلطمنا ويتحكم فينا. بس ليك يوم يا منير، وخليك فاكر الجملة دي كويس، ليك يوم. احنا مالناش شر. ماشي. استنى حسام. معلش يا منير بيه ما تزعلش مني. الواد ده لازم يمشي. كله اللي كده يا باشا. الواد ده عظمة ناشفة وظبط لنا المحل. ولو مشي المحل هيخسره. احنا نصبر عليه وكله بالحنية بيلين. طب بسرعة. الحوا قبل ما يمشي.
يا حلاوه يا اولاد، يعني احنا هنسيب الكفر ونقعد في مصر؟ داني الفرحه مش سايعاني. وانت مين قالك يا جاموسه انك هتنزلي معايا مصر؟ انت مش رحت مصر انت وكامل واجرت شقه ومكتب؟ ايوه، واديني رجعت عشان ابيع البيت والارض زي ما انت شايفه. مادام هتبيع البيت والارض يبقى هنسافر معاه. لا، انت والبنات هتتلقحي عند امك. وهون عليك تسيبني والبنات؟ مش دول بناتك برضو؟ بلا خيبه، ده انا خلفتهم في ليله ضلمه، خلينا عيش في النور. يعني هي جت علي؟ ده انا نسيت اقول لك على حاجه مهمه. خير يا سابعي؟ انت طالق بالثلاثه. يا لهوي، ولو عايزه نفقه ايه ابقي ارفعي قضيه وابقي تفي على قبري لو خدتي حاجه. ستاهر ما تسيبنيش يا ستاهر. لا أعرف عليك يا أخواني، ماليش غيرك. حياتك الهم يا ستاهر. استنى يا ستاهر. يا ست غوري في داهية يا ستاهر، أنا ماليش حد غيرك يا ستاهر. استناك وحي يا من هنا. ستاهر اطلع يا ستا، ولو جت تحت العجل افرمها. يا ستاهر استنى يا أخويا، استنى يا أخويا، استنى يا ستاهر، يا ستاهر والنبي ما تسيبني. يا حزني يا ما، يا حزني يا حزني. حامل وانا بقالي 6 أشهر ميت قدام الخلق، كيف يا حكمت؟ والله ما انا عارفة اعمل ايه. العيل ده لازم ينزل. ينزل؟ انت اللي بتقولك ده يا دياب؟ على عيني يا حكمت، بس بكرة بطنك بتكبر وهنتفضح قدام الخلق. ايوه بس ده حرام. بعرف انه حرام، ربنا يسامحنا ويعوض علينا بغيره لما الامور تتحسن. السلام عليكم ست حكمت. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا طاهر. واضح انني جيت في وقت مش مناسب، بالاذن. خليك يا طاهر اقعد. داني كنت جاي عشان اقول لك خبر حلو جايز يخرجك من الحالة اللي انت فيها دي. قول. اصلاني والواد كامل اخويا المنتن ده اللي انا عرفتك عليه، فتحنا شركة استيراد وتصدير زي الشركة اللي فتحتها انت ووهدان، او يعني الشركة دي تبقى غطى على شغلنا التاني. عفارم عليك يا طاهر، اهو قد الشغل ولا بلاش، وكل ما توزعت الفلوس في حسابات كتيرة تاهت وما حدش هيقدر يتابعها. مش ناقص غير ان انت تلعب لنا القرد وتوصلنا على بضاعه نجيبها من بره نبيعها وناكل فيها لقمه عيش. يا ريت يا طاهر، بس كيف؟ ده احنا بحاجه لرجال. ده التهريب عاوز له ناسه، مش اي حد يعرف يدخل البضاعه، ده عالم تاني. خلاص ادي العيش لخباز، هات مهربين بالاجره يخلصوا لك المساله دي. دول مش عاوزين اجره، عاوزين نسبه ما تقلش عن 40% من كل عمليه. يا دين النبي 40%؟ وغير كده انا مضمونش يسرقوني يوصلوا البضاعه للمخازن ناقصه. لا، بضاعه ايه دي اللي توصل ناقصه؟ وده كلام؟ طب يعني احنا هنفضل قاعدين حاطين ايدينا على خدنا كده واحنا معانا كل الفلوس دي وكمان معانا اتصالاتنا بالناس بره؟ كل ده مش مهم، المهم كيف ندخلوا البضاعه ونخزنوها ونوزعوها كمان. سيدي دياب، سيدي دياب، الضابط حسام الهلالي بيشتغل بلطجي في كباريه. انت بتتكلم جد يا دي وهدان؟ ايوه. يا سبحان الله، دي زي ما تكون تاهت ولقيناها. ايه دي يا طه؟ مش الضابط حسام ده كان شغال ضابط في المكافحه والحكومه رمته في الشارع لما احنا لبسناه قضيه ورميناه في السجن؟ قول يا طاهر، انت هتقول لي قصه حياته، عاوز تقول ايه؟ عايز اقول ان مفيش غيره، مفيش غيره يا سيدي الناس، هو الوحيد اللي هيقدر يساعدنا ويدخل لنا البضاعه من بره. انت بتخرف، بتقول ايه يا طاهر؟ اهدي بس يا ست حكمه، اهدي كده وخلينا نتفاهم بالاصول. حسام ده كان واحد من رجاله الحكومه وعارف ألعبهم وعارف كمان بيفكروا ازاي، يبقى هو اللي يساعدنا، وهو بالنسبه لنا زي جوكر الكوتشيني نقش بيه وبعد كده نحرمه. ونعرف منين انه هيقبل يشتغل معانا؟ مش ممكن يرفض؟ يرفض كيف؟ عليه سابقه والحكومه رمياه وبيشتغل بلطجي في كباريه، يرفض كيف؟ البلطجه هينه قدام اللي حيعملوا معانا. خلاص يبقى نقص نبضه يا سيد الناس. كلام موزون يا طاهر. موزون كيف يا دياب؟ انت هتقوم على عمو. اسكت يا حكمت، انا قلت حقتله يعني حقتله، ما
بس خلينا نستفيدوا منيه في الاول قبل ما نقتلوه. ما لقيتش غير ده اللي يشتغلوا معانا؟ مجبورين. ما فيش قدامنا حل غير كده. طاهر، اهم حاجه نقطع عيشه من المكان اللي بيشتغل فيه عشان يقبل يشتغل معانا. اعتبره حصل يا سيد الناس. يا العركة هتقومي انت. يا ساتر عليك وعلى غباوتك. انا ايه اللي خلاني تهفيت في عقلي وجبتك معاي بطبق البصارة اللي انت لابسه دي؟ خير يا جماعة، منورين. الله يخليك. تطلبوا حاجة تشربوها ولا نطلب عشاء؟ لا، خش في العشاء على طول. طبعا. ويا ريت تشوف الأمورتين الحلوين دول هياخدوا ايه. الأمورتين دول يخشونا انا. ايه يا حيوان انت؟ بتنزل ايدك انت. قول يا دواد يا. انت كمان يا. ما يصحش كده يا حضرتك، ما يصحش. وانت مين انت كمان؟ انا بعد اذنك مدير امن المكان ده. المكان ده هيتدردش على اصحابه. ايه؟ حسام بيه الهلالي مشتهي. يا باشا انا ماليش اي علاقه بالراجل اللي اتعور ده وراح المستشفى. وانت مين؟ انا راجل صاحب كباريه محترم، كل مهمتي يا باشا ان انا احمي الزباين اللي عندي واشفط بطني واعدي. ورجالتك دول بقى هم اللي عملوا المجزره دي؟ يا خساره يا باشا، كانوا رجالتي زمان، لكن من دلوقتي خلاص حد الله ما بيني وبينهم. يا باشا دول بلطجيه كسروا المحل على دماغ الزباين. انا عاوز اعمل فيهم محضر يا باشا. لطيف قوي جو البيع ده يا مسيو منير. دي جزاتنا ان احنا كنا بنحمي الكباريه المحترم بتاعك. صحيح اخرة اسمهم ايه دول؟ العلقة. مين يا باشا اللي بقولك اخر اسمه؟ انا بقولك يا باشا انا بشهد من دلوقتي وبعلنها، الناس دي انا رفضتهم خلاص، والكلام ده شاهد عليه حضرتك يا باشا. بنقع شغلانتك انت، هتطردنا من الجنة. وانتوا اسمكوا ايه بقى؟ اسمك ايه يا روح امك؟ يا باشا روح ام مين؟ ده المقدم حسام الهلالي، ده كان ضابط في مكافحة التهريب، اكيد سيادتك سمعت عنه. لا طاهر ايه؟ طاهر ايه؟ ما هم لازم ان يعرفوا برضه ان انت مش شوية. ازاي تقول كده يا باشا؟ انت تقرب لمحمد بيه الهلالي؟ يقرب لمحمد بيه الهلالي؟ يا باشا ده حسام الهلالي اخوه الكبير. وانت مين ان شاء الله؟ انا طاهر المصطيه يا باشا، اللي اخوه مرمي في المستشفى، بس مش مهم، فداكم يا باشا. انا اهم حاجة عندي ان الموضوع ده يخلص عشان خاطر حسام باشا. انت ما تعرفش غلاوته عندي. انت بتقول ايه؟ بلطجي في كباريه؟ انت متاكد ان حسام اخويا؟ طب انا جاي لك حالا. اسمه من ايه؟ محمد في عرضك اهو، ما تعملش فيها كده يا محمد. ما صحش يا بني ادم، ما تقف بكلمك. انت عايز مني ايه بعد ما عريتنا وبعد ما حرقتني قدام زمايلي؟ انت واحد كذاب. ما كان لازم اكذب يا ابني، كان لازم اكذب علشان تنسوني انت وامك واختك. هي دي بقى شركه الامن اللي انت شغال فيها؟ حط نفسك مكاني، ما كانش في شغلانه شريفه هتقبلني. انت بتشتغل بلطجي وفي كباريه يا حسام؟ في كباريه؟ لا وزعلان قوي ان انا اديتك فلوس. لان انا الكبير، انا الكبير ومقهور ومكسور وعاطل. يا ريتك فضلت عاطل ولا عريتنا. ده انا اديتك شك دلوقتي ان انت دخلت السجن بسبب جريمه انت ارتكبتها. اخرس وقت صوتك. لا مش هخرس ومش هسكت، وكفايه بقى دور الملاكه اللي انت عايش لنا فيه. هل انت مصدق ان اخوك وسخ يا محمد؟ اه، وانت اللي خليتني اصدق كده. ما تقولش اخوك، انا اخويا مات، انت ما بقتش حاجه تشرف. ايه ده؟ ايه يا حسام باشا؟ هو ماله جاي متشمل علينا ليه كده؟ ماني خلصت الموضوع جوه، وبعدين انا مش عايزك تزعل، دي مصارين البطن بتتخانق وانت اخواته اكيد هتتصافوا. لعله خير ان شاء الله. سيبنا لعله. سيبوني في حاله كلكم، سيبوني في حالي. رايح فين؟ رايح في داهيه، سيبوني في حالي. جنرال، هنسيبه يا جماعه في حالته دي كده؟ على فكره احنا مش هينفع نسيبه كده، حتى لو غصب عنه. يا جماعه ما ينفعش يمشي كده، طب نوقف له تاكسي حتى. ما تسيبوه يمشي، ما تسيبوه. مش كفايه شبهتوه بمشيكم معاه في كل حته؟ سيبوه ينضف شويه. تصدق بقى بسبب طولة لسانك دي مش هيطلع عليك نهار جديد. بعد الشر علي. ما هو كانوا بيهزقوا فيكوا طول النهار والليل جوه في القسم، اللي ما في حد فيكوا تشملل ولا فتح بقه، ولا يعني هي جت علي؟ جاتكوا القرف.
الكلام اللي سمعته من اخوك ده صحيح؟ انت الكلام اللي سمعته من اخوك ده صحيح يا حسام؟ ايوه ماما. ايوه انا مش مصدقه نفسي. معقوله انت حسام الهلالي؟ انت ابن البطل نجيب الهلالي، ابني اللي ربيته على الاخلاق الحميده والطيبه والاحترام. تبقى كده يا حسام كبرتك وخليتك ضابط قد الدنيا يضرب بيك المثل، في الاخر تشتغل لي بلطجي وفي كباريه؟ مش مصدقه نفسي. لا صدقي، صدقي يا ام البطل، اللي واقف قدامك ده حسام هلالي تاني خالص، غير اللي بطنك شالته وغير اللي ربيتيه وكبرتيه. وايه اللي اتغير فيه؟ وقع، نفسه اتكسرت بعد عنك، بقى عامل زي الفرس اللي ملوش لازمه ولازم يتضرب بالنار. الفرس الاصيل لما يقع وينكسر بيقف تاني ويكمل المشوار، مش ينضرب بالنار. ده كان زمان يا امي، انما احنا في زمن اللي بيقع فيه دلوقتي بيتداس بالجزم ومحدش بيمد له ايده. وانا رحت فين؟ انا امك رحت فين؟ انت ناقصه، ده انا فشلت ابقى سندك، كمان هبقى حمل عليكي. حمل عليا يا حسام؟ حمل على امك؟ وعشان ما تبقاش حمل تضيع نفسك، وبعد ما كنت ظابط محترم تبقى بلطجي، بعد ما كنت بتحمي الناس تبلطج عليهم. وفي ايه؟ في ايه؟ بتحاسبوني على ايه؟ ها بتقطعوا فيا ليه ومعلقين المشانق ليه؟ انا اتبهدلت، انا اتظلمت واتهنت، اتسجنت ظلم وما شفعليش ملف خدمتي في الداخليه اللي ما فيهوش نقطه سودة، دقت طعم الذل على تهمه انا اصلا ما عملتهاش. ارحموني بقى، ارحموني. وفي اخر قعدت في البيت زي النسوان، واخويا الصغير بدل ما اديله مصروف بيرميني حسنه. لا انا اكرمني واشرفني، ادوس على الناس كلها بالكسر بدل ما يدوسوا عليا يا ماما. لا لا يمكن تكون ابني اللي ربيته، لا يمكن. عمري ما كنت اتصور انك تبقى مهزوم بالشكل ده. انا ربيتك عشان تبقى بطل، مش فوق ابني، فوق من اللي انت فيه. وكفايه بقى، فوق فوق. يا سما اسمع اخبار الهزه على حسك. يوه اديني مقضياها. يعني ايه مقضيها؟ انت بتغزي العين ولا ايه؟ قصدي يعني الكيت والزباين الحلوه اللي بترمي فلوس. الفلوس زادت وفاضت على الاخر يا اختي. بلا نيل عليا وعلى بختي، ما انا كنت بهز واعمل لهم قرد لا كنت بشوف فلوس ولا نيله. ما انت يا اختي اللي اتسرعتي واتجوزتي وسبت الرقص والهز بدري. هي مين دي يا اختي اللي سابته بدري؟ ده انا هاجي واغيظكم كلكم، هما يومين رست كده ونازله الملاعب تاني وهكسرها. يا اختي تيجي بالسلامه ان شاء الله وزباينك مستنيني. على احر من الجو. لا جايه اقعدوا بقى كده. ايه ده؟ ايه ده؟ مين دي؟ في ايه مالك؟ ما تهدي تزعقي ليه وداخله بزعبيبك؟ صاحبتي سماسي. في ايه؟ لا صاحبتك تقابليها في شقتك، انما المناظر الزباله دي المسخره دي مش عايزاها في بيتي. ومين بقى يا اختي الاخت ان شاء الله؟ الاخت دي ان شاء الله تبقى صاحبة البيت ان شاء الله. بقول لك ايه، تاخدي الزبالة دي وتطلعوا بره، ده بيت محترم. في ايه؟ جاري ايه يا ايمان؟ سوق جاي باخر الشارع. فين بنتك بتطردي من البيت انا وصاحبتي؟ انت ضيفة في البيت ده يا لولا، ومفيش ضيف بيجيب ضيوف معاه. في ايه؟ الصوت العالي ده، في ايمان؟ الحقني يا عمر، اختك بتبهدلنا انا وصاحبتي وبتطردنا بره البيت. ولو زودتي في الكلام هديك انت وهي بالشبشب. جرى ايه يا اختي اللي محدش عارف يلمك؟ مالها دي؟ اوعي سمين اطلعي بره انت وهي. ايمان عيب كده، ما يصحش الكلام ده. انا رجعت تعبان من الشغل وعايز اخش ارتاح شويه. انت تروح ترتاح في اي حته تانيه الا هنا، طول ما انت معاك المناظر الزباله دي انا مش عايزاك في البيت ده، فاهم ولا لا؟ انا وامك مالناش غير سمعتنا، ومش هيجي عيل زيك على اخر الزمن يجي يوسخ سمعتنا. خد الزباله بتاعتك واطلع بره. ازيك يا حسام باشا؟ ازيك يا طه؟ عرفت عنواني منين؟ اني اسال ميتوشي، مش هتقول لنا اتفضلوا؟ مين الافندي؟ دي كامل اخويا اللي كان منتن، ما انت عارفه. لا بس دلوقتي اتغير على الاخر، بقى بيستحمى وبقى يحط برفان. واضح ان مش هو لوحده اللي اتغير وبقى يستحمى ويحط برفان يا طاهر.
كلنا اتغيرنا يا حسام بيه. هو الزمن بيخلي حد على حاله. معاك حق. انما انت ايه اللي تحضر بيك الحل تحت قوي كده؟ ده اني الدمعه كانت هتفر من عيني لما شفتك في المخروب الكباريتي. مستني ايه من واحد رد سجون زي؟ وايه اللي حصل يعني يا باشا؟ انت مهما حصل هتفضل الباشا الكبير بتاعنا. ده كان زمان. انما انت ما شاء الله يعني ايه اللي نقلك النقله دي؟ معينوك مدير الاداره وانا مش دريان ولا ايه؟ اداره ايه يا باشا؟ يعني بعد اللي شفته بعيني وشفتهم رموك في السجن اكتئبت من الشغلانه وسبتها وبقيت بشتغل في التجاره. تجاره ايه يا انت تصيع؟ وانت كنت لاقي تاكل ولا حيلتك حاجه من اساسه؟ انا بشتغل مدير عند اخويا كامل المنتن ده، هو وشريكه. اخوك ده؟ ايوه، عقبال امانتك له واحد صاحبه راجع من ايطاليا معاه فلوس ايه بالزوفه. وطبعا ما لقاش غيري انا واخويا طاهر عشان يامن لنا على فلوس. بتشتغلوا في ايه بقى؟ في الاستيراد والتصدير. بتصدروا ايه؟ بهايم؟ احنا مش بنصدر، احنا بنستورد كل حاجه من الصين. ما شاء الله، واضح ان الشغل ماشي معاكم واشيتكم معدن. هذا من فضل ربي وكله بالحلال يا حسام بيه، وعشان كده احنا جايين لك النهارده. جايين لنا؟ عايزين ايه؟ عايزينك تشتغل معانا. اشتغل معاكم؟ اشتغل معاك يا مصطفى، انا ما بعرفش صيني. بيقولك ما بيعرفش صيني. يا باشا ده انت تعرف الكفت يا باشا، واكيد بحكم شغلك في الداخليه لك علاقات في المواني وعلى الحدود. ده حقيقي، بس ده هيفيدكم بايه؟ يفيدنا كتير قوي. ما هو انت لو مسكت لنا اداره التخليص الجمركي عندنا في الشركه هتخلص لنا عمليات كتير وبسرعه، وانت معارفك يامي. وده هيفيدكم قوي يعني؟ ايه اللي هيفيدنا يا باشا؟ يا باشا تايم از موني. تايم از موني؟ والله بقيت تتكلم انجليزي يا مصطفى. يا باشا يعني هي جت علي؟ لا، جت لحد عندك وتحت رجليك وجت علي انا ودستني. ما احنا بقى جايين لك عشان هيلب يو، يعني نساعدك ونشيلك بقى قبل ما العجله تفرمك وتضحضح عضمك. الدنيا غداره يا حسام باشا، واني بصراحه من ساعة ما شفتك امبارح واني مش على بعضي. طب ده انا ما عرفتش انام طول الليل، حتى اسال الواد كان. انا يا اخويا طاهر عمره ما يكذب ابدا. جلال انت هو انا. وانتوا شايفيني ماشي برايي الهدوم مقطعه ولا ايه؟ العفو يا باشا، بس انت باشا وهتفضل طول عمرك باشا. وبصراحه يعني شغلانه بلطجي دي مش لد علي. انت حقتك يا باشا تقعد في مكتب ويكون متكيف، وتبقى حواليك سكرتارية وتبقى مدير، وتاخد 5000 جنيه في الشهر. كم؟ 5000 جنيه يا باشا. 5000 جنيه؟ هي شغلانة التخليص الجمركي دي بتكسب قوي كده؟ امال، ده احنا بنستورد شحنات بألوفات، واللي يخلص لنا مصلحتنا بسرعة لازم نحليله جوه. قلت ايه يا باشا؟ قلت ايه؟ ولو اني مش مرتاح لكم بس ما فيهاش والي، خليك ورا الكذاب لحد باب الدار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله بالسلامه عمر بيه. الله يسلمك يا ملاك. حضرتك كنت بتصل بيك وحضرتك ما كنتش بترد. معلش، كنت مسافر بره مصر وسايب موبايلي هنا. خير في حاجة؟ أبداً، السكان جابوا سباك واكتشفوا إن المواسير مسدودة بأسمنت وبلاك، وده يمكن اللي ما كانش مخلي المية توصل عندنا. إيه ده، معقولة؟ وده مين بقى اللي عمل كده؟ الأستاذ نيازي قال لهم إن حضرتك عملت كده عشان تطفشهم من شوائهم. أنا؟ أيوه، وحضرتك خدوا نفسهم بربطة المعلم لحد القسم عشان يعملوا فيك محضر إثبات حال. ما دام حصل كده ما بلغتنيش ليه أول ما حصل؟ ما أنا قعدت أتصل بيك كتير وحضرتك ما كنتش بترد، وكنت عايز أقول لك إنك تروح القسم عشان ياخدوا أقوالك. قسم؟ ماشي يا ملواني، أي حاجة تحصل جديد بلغني بيها على طول. ماشي؟ تحت أمرك حضرتك. اتفضل يا أستاذ. شفتي آخر تيشرتك السوداء؟ قام راح عملوا فيها محضر. في إيه؟ ملك اتهزيت وايد في جلدك كده ليه؟ إيه المشكلة يعني؟ يعني إيه المشكلة؟ محضر واسم، يعني ممكن تبقى قضية في أي لحظة. عادي يا ناصر، إحنا هو ده اللي إحنا عايزينه. عايزينه إيه؟ عايزينه ايه بس؟ والنبي حرام عليكي بقى، شكلك هتوديني في 60 داهيه. بعد الشر عليك يا عمر، كده برضه حبيبي
ونرضى بده، خليهم يعملوا محضر ويروحوا يلفوا في المحاكم ويدفعوا مصاريف محاميين لما يزهقوا ويطفشوا وينكشحوا في داهيه من هنا. وانا بقى المفروض عليا اقف قدام كل المحاميين دول على اساس ان انا فاضي لكل المشاكل دي؟ ما هو برضه هقول لك حاجه يا عمر، الارض دي لما هتتباع يا حبيبي هتجيب ملايين، يعني كل ده ما يستاهلش ان احنا نصبر. وبعدين انت لما تروح القسم دلوقتي انكر كل اللي حصل ده، بالعكس بقى ده انت تعمل فيهم محضر وتقول ان هما بيتلككوا لك ومش عايزين يدفعوا الصيانه. اه على اساس بقى ان هما يصدقوني. وما يصدقوكش ليه؟ البينة على من ادعى. يعني ايه بقى ان شاء الله؟ يعني انت لما تروح دلوقتي وهما بيحققوا معاك تنكر كل ده وتبقى مصدق نفسك بجد، ساعتها المحضر ده كله هيبوظ ويطلع في شنك ويبقوا يرجعوا بقى يضربوا دماغهم في الحيط. اسمع كلامي عمر، ده انا لولا اللي طول عمري بطلع يقول. ربنا يستر يا لولا. اتفضلي اتفضلي يا اولى. حسام الهلالي وافق يشتغل عندي في الشركه، شكله كان واقع واحنا استلقيناه. ايوه كده يا طاهر، وعملت له 5000 جنيه في الشهر. ايه عملت له؟ بس انا ما عملتش كده الا لما انت قلت لي ان انت اللي هتدفع. مش بس كده، وعاوزك الشهر الجاي تديه 7000 جنيه. ايوه بس ده كتير، ده كده ممكن يتمرع على الشغل. يا طاهر يا طاهر افهمني، انا عاوزه يرتاح ويشبع بعد جوع، افهمني. سلام عليك يا سيد الناس وعلى مخك الذهب. ايه ايه في ايه؟ في ايه؟ ايمان يلا تعالي معايا بسرعه. تعالي معاكي فين؟ هم خدوه على الاسم. اسم؟ اسم ايه؟ حصل ايه لابني؟ سكان العماره عملوا له محضر في الاسم ان هو اللي جاب السباك وقطع عليهم المايه في العماره. وهو عمل كده ليه؟ مش مهم ده دلوقتي، اخلصي قبل المحضر ده ما يروح النيابه وتبقى قضيه ومصيبه. نيابه؟ كله منك انت يا وش المصيبه. يا ستي وده وقت وارحمينا بقى. استني انا هاجي معاكي يا ايمان. لا يا ماما حبيبتي خليكي انت، هبقى اطمنك بالتليفون. ايه ده؟ القتل ده كله ليا انا؟ كل يا سلبوب مطرح ما يسر يمر. زوز اختي عامله القتل ده كله بايديها وغلاوتك لما عرفت ان انت جاي. تسلم ايدك يا ست الكل. تسلمني يا سلبوب. عن اذنكم لحسن متضايقه شويه. كل بالهنا والشفا. حاضر. مسكينه مسكينه وطيبه وحظها وحش وقليل في الدنيا دي. ليه بس كده قفل الشر؟ جوزها قصدي طليقها رمى عليها اليمين التالت، وهي حبت عيني بتحبه وبتعشقه ونفسها ترجع بس محتاجه محل. قصدك خروف يعني؟ ما اسموش كده، احنا عايزين واحد خدوه يكون مننا. مننا؟ قصدك انا بقى؟ احبك وانت فاهمني. ده شكلك كده انت اللي مش فاهمني خالص. ده انا عايز اناسبك واجوزك اختي. مش انا الحمار اللي هتشيله البرتقه لعنه. أنا مش خروف. تصدق أنت مش خروف بس فرخة يا كلب. ماشي قوم يلا قوم قوم يلا، مفيش أكل. معقولة يا ماما؟ معقولة أنت تعمل كده؟ أنا مش مصدقة اللي إيمان قالته لي في التليفون. ماما والنبي والنبي أنا مش ناقص. وبعدين أنا عملت إيه يعني؟ العمارة دي بتاعتنا والسكان اللي قاعدين فيها قاعدين على قلبنا وبيدونا ملاليم كل أول شهر، مع إن الأرض تسوى أكتر من كده بكتير. انت لسه ليك عين تتكلم يا بجح بعد ما الناس دي اتنازلت عن المحضر اللي كانوا ممكن يدخلوك بيه السجن؟ لا اوعي تفتكري ان هم عملوا كده عشان بيحبوه ولا عشان سواد عيونه، دول عملوا كده زي اللي بيقدم الست عشان يلاقي الحد، عشان يا ماما يسيبهم قاعدين في البيت. اخرسي خالص يا قص المصايب، انت اللي وزيتي ابني يعمل كده، انا ابني ما يعملش كده لوحده ابدا. انا قلت له يجيب سباك، لكن ما قلتلوش بقى يروح يتغابى ويجيب سباك المنطقه ومع اول قلم يقر عليه. اخس عليك يا عمر، هانت عليك العشره. ده النبي وصى على سابع جار. ليه يا عمر؟ ده انت دخلت بيتهم وكلت عيش وملح معاهم، عايز ترميهم في الشارع في الاخر؟ يا ماما انت بتقولي له ايه؟ عمر الفلوس عمته. لا انا كنت عايز اجيب حقنا، ولا اجيبكم بس يبقى اسمنا اصحاب ملك وفي الاساس ان احنا شحاتين والايجار اللي بنلمه من الناس كلها ما بيكفيناش اسبوع في الشهر. الله يلعن ابو الفلوس اللي خليتك تبيع كل حاجه حلوه بينك وبين الناس اللي حواليك. انت ما بقتش تفكر غير في الفلوس وفي نفسك. انا بفكر فينا كلنا على فكره. بصراحة بقى عمر معاه حق يا إيمان، لأن المصلحة دي لو خلصت الخير هيعم علينا كلنا. أه صحيح، هو أنا ليه قاعدة بتخانق معاه؟ ما أنت الشيطانة اللي قاعدة بتوزيه وهتخليه يخسر كل حاجة حواليه لغاية ما تدخليه السجن.
يا إيمان، هو أنا عيل صغير ولا إيه؟ تصدق إن أحسن لك إن أنا أتعامل معاك على إنك عيل صغير وهبل وبريالة بدل ما أتعامل معاك على إنك راجل شحط وجاحد؟ أقول لكم إيه؟ أنتوا قاعدين هنا لسه ليه؟ اتفضلوا بره. بره! يا مرحب يا حسام باشا، يا مرحب. ده إيه النور ده؟ دي الشركة نورت بدخلتك عليها. والله الشركة منورة بأصحابها. أنا مش مصدق نفسي من الفرح. أنا الودي ودي أفرشك الأرض رملة. يا واد شغل الفواعلية اللي أنت فيه ده يا واد. ما تنزل شكارة الأسمنت من على كتفك وأنت بتسلم عليه. عيب كده. نزل ياد رجلك. نزل رجلك عيب. حسام بيه مش محتاج للمحلسة دي. حسام بيه صاحب مطرح. اتفضل يا باشا. اتفضل أفرجك على مكتبك الجديد. اتفضل. اتفضل معاني. اتفضل يا حسام بيه. اتفضل. اتفضل. اتفضل يا حسام بيه. اتفضل. ايوه من هنا. ها ايه رايك بقى في مكتبك الجديد؟ لا لا انا عايزك تقعد هنا، عايزك تجرب المكتب الجديد ده. انا دافع فيه دم قلبي بس والله مش خساره فيك. ده احنا بينا عيش وملح وأني لحم اكتافي من خيرك. وجبنا لك كمان سكرتيرة خصوص. تكنيلة عليك وعلى اندفاعك. دايما كده مندفع وحريق لكل مفاجآتي. تشرب ايه يا حسام بيه؟ لا ولا حاجة طبعا شكرا. لا ازاي؟ اياكش يا رب بعد ما كمل اخويا ده لا انت شارب حاجة. خلاص 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 شاي. هات شاي. هات شاي بسرعة بسرعة. أنا عايزك بقى تورينا الهمة. تورينا الشغل. واني زي ما اتفقت معاك اول كل شهر هديك في ايدك 5000 جنيه. ولو حبيت تشتري عربيه بالقسط او اي حاجه انا رقبتي سداده. الخير كتير والحمد لله. ده اني ممكن كمان افتح لك حساب في البنك واحط لك فيه المرتب بتاعك والقسط يبقى يتخصم منه. ها ايه قولك؟